لقب بفنان الإنسانية، خالد عبد الرحمن يحتفل بعيد ميلاده اليوم بتهاني جمهوره ومحبيه. يتصدر الفنان السعودي القدير خالد عبد الرحمن الترند بمناسبة عيد ميلاده اليوم 22 من أبريل ليكمل عامه 59. هو مطرب وملحن وشاعر سعودي، بدأ مسيرته الفنية عام 1985، وعلى الرغم من مروره بالعديد من التحديات الاجتماعية والفنية والعاطفية، إلا أنه أصبح واحدا من أشهر وأنجح الفنانين العرب. ولد خالد عبد الرحمن بن محمد الودعاني الدوسري في الرياض عام 1965. توفي والده وهو في العشرين من عمره ليتولى رعاية أشقائه الصغار. مر بأزمة عاطفية في شبابه دفعته لكتابة قصائد الشعر الحزينة. بدأ يكتب للفنانين المبتدئين، لكنهم كانوا يرفضون الغناء له لأنه لم يكن مشهورا وقتها، فقرر أن يغني أشعاره ويلحنها لنفسه. اشترى العود وبدأ يتعلم، ولكنه فشل عدة مرات فقام بتكسيره حتى أتقن العزف عليه. وعندما أتقن غناء أشعاره قرر إنتاج أول ألبوم له، ولكنه لم يكن يملك المال حينها، فاضطر لبيع سيارته لتوفير نفقات إنتاج الألبوم، وكان بعنوان صارحيني عام 1988، فكانت هذه بداية انطلاقته في عام. وبعد سنوات من النجاح والشهرة أصبح الكل يطلب قصائده. توالت ألبوماته الناجحة، من بينها ألبوم رسالة من معاق الذي يحكي معاناة طفل معاق وإهمال والديه له، وحقق الألبوم نجاحاً كبيراً ليمنح لقب فنان الإنسانية من قبل مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل. صدر له العديد من الدواوين الشعرية. أقام خالد عبد الرحمن أول حفل له خارج السعودية في القاهرة عام 1991، وحظي الحفل بحضور جماهيري ضخم. وفي عام 1994 أعلن الفنان الكبير اعتزاله الفن، لكنه تراجع عن قراره بعد إلحاح الجمهور والإعلام. لقبه الجمهور بملك الرومانسية، ولقب نفسه بمخاوي الليل عندما كتب قصيدة جاء فيها أخاوي الليل وهاجس الليل يخاويني. اقترح أصدقاؤه عليه أن يغني لشعراء آخرين حتى لا يقول الجمهور إنه لا يغني سوى أشعاره، وبالتالي ظهرت له فكرة أن يستغل اسم مخاوي الليل للإشارة إلى شاعر آخر، وبالفعل ظل يستخدم هذا الاسم لسنوات، وبعد ذلك كشف أنه هو نفس الشخص. وخلال مسيرة فنية راقية وحافلة قدم مخاوي الليل أكثر من 40 ألبوماً غنائياً وعشرات الأغنيات المصورة. ترند النجوم يتمنى للفنان الكبير عمراً مديداً زاخراً بالفن والإبداع. ذكرتني باللي خدا كله الشوق.